السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا تمسيهم بالخير. طبعا الآن راح أصور لكم مجرى وادي يمشي مع حسين من شعيبة عنتر. ما شاء الله كلها اللي أنا راح أصوره لكم هذا مقطع السيل اللي يقطع معه السيل يفرش فيها الحزوم. ما شاء الله طبعا النبات ما بين عشرج وشري ومعليبين وغيرها من النباتات. طبعا هذا الوادي اللي يمشي معه السيل عرضه تقريبا من 700 إلى 800 متر. هذا مجرى شعيب عنثر اللي تقض معه السيول. في عام 1403 و15 وعام 1424 وعام 1434 وكذلك 44 السحابة الغزيرة اللي جاتنا في الصيف. اي نعم. طبعا يشترك مع هذا الوادي غير شعيب عنثر شعيب الحمام وبعض شعبان غوقة وكذلك شعبان مطيريحة السفلى والعليا وكذلك شعيب السبعة كلها تشترك في هذا الوادي. لكن الشعاب المشترك اللي تشترك مع شعيب عنثر هي أقل من سيل شعيب عنثر. لا شك أن شعيب عنثر من الفحول من الأودية الكبيرة. يوم صورت لكم وأنا أقطع باطن عنثر والآن انتهينا. وشكرا لكم وفي أمان الله.